بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد عدد ما تغافل عن الصلاة عليه المتغافل. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. أفضل تربية للأبناء هي تربيتهم على القرآن وعلى حب القرآن وعلى تلاوة القرآن. وأفضل ما يقضي فيه التلاميذ والأبناء عطلتهم الشتوية هذه اللي راح تكون على المدى الطويل حوالي 20 يوم هي قراءة القرآن وتعليقهم بالقرآن وتحفيظهم القرآن. لذلك أطلقنا مسابقة قرآنية بعنوان عطلتي مع قرآني. هذا المسابقة ولا هذا المبادرة أنا نديرها كل عام، كل عام في العطلة نديروا هذه المبادرة بعنوان عطلتي مع قرآني. إلا أن هذا الموسم خصصناها للأولى المتوسط، تلاميذ الأولى المتوسط، ولا مانع أن التلاميذ الابتدائي يشاركوا. أهلا وسهلا بجميع التلاميذ. طريقة المشاركة شرحناها في الفيديو السابق. الفيديوهات يترسلوهم للمجموعة كما شرحنا سابقا في المجموعة تاعي، مجموعة الفيسبوك، مجموعة دروس الأولى المتوسط، ملتقى الأساتذة والأحبة، ولا ترسلوهم في الميسنجر، في الواتساب، في الفايبر، كما تحبوا، على الرقم التاعي اللي راه موجود في القناة. اليوم راح نعرضوا بعض المشاركين. اليوم أول يوم، أول يوم اللي هو الجمعة 10 ديسمبر 2021، بدينا في استقبال الفيديوهات. كانت المشاركة قوية، جميع الولايات راهي حاضرة تقريبا راه عندنا 15 مشارك اللي شاركوا اليوم ورسلوا الفيديوهات تاعهم. 15 مشارك. عندنا الجزائر العاصمة، عندنا تيبازا، عندنا تبسة، عندنا خنشلة، عندنا غردايا، عندنا عيتي موشنت، عندنا ولاية سطيف اللي راهي حاضرة بقوة، كذلك ولاية سطيف، ولاية معسكر، تقريبا ولاية كثيرة راهي حاضرة معنا اليوم. 15 مشارك. راح نعرضوا هذا المشاركين تاع اليوم الأول في هذا الفيديو، ونبداو بأول مشتركة واللي هي أصغر مشتركة اللي هي فاطمة الزهراء، 4 سنوات، من ولاية غردايا. نبدأ بها هي الأولى تقرأت لنا سورة الفاتحة، وبعد ذلك نتابعوا بقية المشاركين. خليكم مع هذا التلاميذ ومع هذا البراعم يقرؤون كتاب الله ويقرؤون آيات من القرآن الحكيم. خليكم معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم صدق الله العظيم. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
أنا عبد الجليل دخان من ولاية بازا. السلام عليكم أستاذ. سأشارك بصورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. صدق الله. السلام عليكم. توبة عمروش من مدينة وجلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان ما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في الكبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن يره أحد
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك الرقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب ميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب مشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن نخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له البنين والبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا ذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. السلام عليكم، معكم المتسابقة دودان إسمهان من ولاية شلف. سأقرأ لكم ما تيسر من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء أولئك هم
الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. طيب كما شفنا التلاميذ أبنائنا فلذات أكبادنا، تلاميذ يقرؤون القرآن يرتلون القرآن، المبادرة ما زالت مستمرة، المسابقة ما زالت مستمرة، اليوم الأول فقط، ما زال اليوم الثاني والثالث، ما زال ما حددناش آخر أجل. اللي حاب يرسل الفيديو في المجموعة يرسله في المجموعة، اللي حاب يرسله في الميسنجر كما قلنا تسجل فيديو من دقيقتين، كل فيديو يتعدى دقيقتين يلغى، ما تفوتش دقيقتين. وكما قلت ما تتسرعوش، التلميذ يختار واش من الصورة يقراها واش من الآية، حسن اختيار الصورة تساعد في، وكما قلنا الفائزين راحين نركزوا على طريقة القراءة وطريقة الأداء وأحكام الترتيل وجوائز قيمة إن شاء الله عز وجل. ربي يوفقنا إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر وأن يوفق أبناءنا ويرشدهم ويهديهم إلى حفظ القرآن وتلاوة القرآن والإكثار من القرآن، فالقرآن هو حياتنا وحياة قلوبنا في هذه الحياة الدنيا ويوم القيامة. بارك الله لي ولكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.